الامريكيه بالنسبه لنا، وانت اشرتي اليها ان احنا مش عايزينها ولا يهمنا الكلام ده كله، وزي ما قال الرئيس عبد الناصر على الجزمه وجابوها اهوت وهنجيبها ونسمعها للناس. لكن النهارده ليه ماكين، ليه ماكين والسيناتور الثاني اللي جه معاه واقفين بيلوحوا بيها مع انه الشعب المصري رفضها؟ ما هو ماكين وصاحبه دول ما لهمش لازمه، دول على الجزمه، على الجزمه قبل باترسون، واخد بال حضرتك؟ دول قبلهم على الجزمه. وبعدين اوباما بيقول لك دولت ما هماش مبعوثين مننا ودول جم من نفسنا، بيتبرأ منه وبيلعب على الوينجين، ماسك الحبل من الوسط، مره يقول ان دي شعب، ده مش انقلاب، دي ثوره شعبيه، وبعدين يرجع يجيب لنا ناس ديول ليه يقولوا لا دي مش ثوره شعبيه، وان هو الشخص ان اوباما ده بيلعب على الوينجين وعلى حبل. لكن احنا رافضين، والسيسي راجل ابن راجل، وبنقول له يا سيسي انت ابن عبد الناصر وابن السادات، خليفه ده وخليفه ده. واحنا نزلنا يوم 30 لا اتوبيس جابنا ولا عربيه جابتنا، واحنا نزلنا بارادتنا، وكل الست والطفل قبل الراجل وقبل الشاب. وانا بدعي لشباب مصر ووردها واقول لهم ربنا يحميكم يا اولادي، يا اولادي ويا شباب مصر، يا ورد مصر اللي فتح. ها واحنا احنا الستات دمنا قبلكم، نفديكم بدمنا. واللي هيقول لي عن السيسي حاجه اقول له انا اقطع دمي وفدي السيسي وفدي جيشي، اللي ببقى نايمه في بيتي ثاني صاين عرضي وصاين ارضي. يا استاذ جوزيف، امريكا تقذف امريكا وديول امريكا واللي جابوا امريكا، واحنا اللي عايزين معونتهم ولا عايزينهم؟ وبعدين السفير بتاعهم اللي جاي ده احنا اساسا مش عايزينه، ولو دخل مصر انا واحده من الناس هعمل شعبيه بحيث ان احنا نرفضه، ما احناش عايزينه. اللي خرب العراق وخرب سوريا وخرب ليبيا وخرب كل البلاد العربيه والاخر جاي يخرب مصر؟ لا، مصر شعب مصر عمره ما ينضم. طب ايه رايك، ايه رايك يا مدام بالمره بقى، طالما انت سياسيه جامد بقى باين على انه المظاهرات علمتنا كلنا سياسه يا مدام، البرادعي، البرادعي ايه رايك في تصريحات؟ لا، البرادعي وطني، ما اقدرش اقول فيه حاجه، البرادعي راجل وطني، وطني وطني من 100%، ما اقدرش اقول فيه حاجه، بس انا مش عايزه الرخاوه. هو مرتاح. أيوه هو شوية. بيقول ممكن نفرج عن مرسي ده، طلع تصريحات. لا، ما هو رجع تاني، انا شفته الحلقه بتاعته في التلفزيون، رجع وقال لا اللي يسمع كلامي يسمعه للاخر، انا ما قلتش افرج عن مرسي، بس هو لو حصل اي حاجه من اي حد مش البرادعي بس، الدنيا كلها تنقلب. ما فيش حاجه اسمها افراج عن مرسي، دم اي واحد شهيد كان في التحرير، والشباب اللي كانوا معايا وانا موجوده في التحرير، عمرو وعمرو وسالم وغيره وغيره، وكانوا موجودين معايا بيسقوني ميه وانا موجوده في الميدان، يخرجوا على 6 اكتوبر كوبري 6 اكتوبر يرجعوا ميتين ومتشالين، دول ضمهم عمره ما يروح حضر. طب يا مدام، انا شايف بطل قاعد جنبك، يعني قدمه لنا بقى كده وشوفي ايه الاخبار. ايه حبيبي؟ معايا الاخ محمد فتحي، اديله اكلم حضرتك. اتفضلي. شكرا يا مدام. طيب. اشكرك وكل سنه وانت طيبه، وشكرا، مداخله جميله جدا. وكمان مره بعتذر لك يا دكتور جوزيف عن اي اساءه لاخواتنا الاقباط في اي مكان في مصر، والكنيسه قبل المسجد، ربنا يخليك يا رب، نحمي الكنائس قبل المساجد بالصدر. ايه الاخلاق الجميله، اخلاق المصريه، في صدر المسلم قبل صدر المسيحي، اخلاق مصريه جميله وطنيه. يا مدام بشكرك، بعتز على راسي، على راسي من فوق كل كلامك. يا استاذ جوزيف، ما بقول مجامله ولا بقولها رياء ولا بقولها اي حاجه، دي من دم مصري ومن شعب مصري مسلم، وانا ست مسلمه مصريه وبقول لك الكلام دوت، ان مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي في مصر، كلنا جسد واحد، بل حاجه واحده، مش ايد واحده، حاجه واحده. شكرا يا مدام. شكرا يا مدام.